عندنا اليوم في اجتماع عن مشاكل الحليب، النقص الحاد اللي كاين واللي كيوصل ما بين 40 حتى 50%. احنا كنوجهوا رساله لجميع المسؤولين بما فيهم رئيس الحكومه ورئيس ووزير الفلاحه والصيد البحري والتنميه القرويه والمياه والغابات، والشركات ديال تصنيع الحليب والشركات ديال تصنيع الاعلاف. هاد المشاكل اللي كيعاني منها الفلاح ادت الى بيع ما يقرب عن 50% من الثروه الحيوانيه في الاسواق واللي هي تباعت، واللي خلات واحد العدد كبير ديال الفلاح يغادروا هذا الميدان. وكنوجهوا نداء للشعب ولهذا كنحذروا من عدم وجود الحليب من هنا لقدام. ما غيبقاش المواطن يصيب ما يشرب من الحليب، وما غيبقاش يصيب حتى اللحم ما ياكل. وهذه مشاكل اللي خصنا نلقاو لها حلول عاجله وفي اقرب الاوقات، وخاصه في هذه الاوقات الحرجه.